كريم للتبييض من المطبخ، 3 مكونات وعن جد سحرية لكل الجسم وخاصة للمناطق الحساسة. عن جد بدك تضوي. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. فيديو اليوم وصفة طبيعية للتبييض. هالوصفة بثلاث مكونات بس لكل الجسم، للوجه وحتى للشعر. وقبل ما قلكن ياها، أكيد بدنا نعطي الكريدت للماما لأنها وصفتها. أنا انصدمت، واللي بيعرفني وبيعرف الماما منيح كتير منحب الوصفات الطبيعية، بس هالوصفة بالتحديد ما كانت تعطي سرها لحدا الماما إلا أنا. يا صبايا، رح نكون عم نعمل كريم من المطبخ بضل وبيضاينكن أسبوع بالبراد، بس بهالأسبوع رح تلاقوا فرق ببشرتكن صادم. أول مكون الرز، في مثل بيقول العز للرز، وعن جد معن حق، بيعمل عجائب. كتير مفيد الرز اولا لصاحبات البشره الدهنيه لانه في كتير نشويات، وبالتالي بيسحب الزيوت الاضافيه اللي بتفرزهم البشره. ها اولا. ثانيا ببيض، ما فيكم تتخيلوا قد ايه ببيض البشره. بليز بليز، نصيحه مني، جربوه. امك ما بتطبخ رز مع الطبخه، شيل شويه رز معزوم الرز واتركيهم عندك واشكريني بعدين. بزر الكتان مش بس ببيض الوجه، كمان بشد البشرة، وفي كمان يساعدكم لتتخلصوا من السكارز، يعني من العلامات اللي بتكون على البشرة، وكمان بأخر التجاعيد. أما ثالث مكون الألوفيرا أو الصبار، كتير مفيد للبشرة، بيعطي نضارة، بشد البشرة، ببيض البشرة، ونمبر 1 مكون طبيعي لتأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد، وكمان بيساعدنا كتير على التخلص من العلامات اللي بتنتج من حب الشباب، وكمان على التشققات إذا كانوا حمر. وهلأ تعوا معي على المطبخ لقلكن بالتفصيل كيف بدنا نحضر هالكريم، وركزوا معي كتير منيح. أولا بدك تحضري راكوتين وتغلي بذر الكتان والرز، وانت بحاجة لكل ركوة كباية مي. أولا منفضي الرز، نرجع منفضي كوب مي لنغليهم، وهلأ منولع الغاز. هون رح نكون عم نفضي بذر الكتان، وكمان رح نضيف كباية مي لنغليهم. ماما عم تساعدني على فكرة. نولع الغاز، تتركيهم يغلوا تقريبا لعشر دقايق، وانتبهي بذر الكتان بفور فخفف النار على الاخر. وهلا بدنا نصفي الرز وبذر الكتان، بدنا نحتفظ بالرز وبمية الرز، اما بذور الكتان فينا نتخلص منهم، بس انتبهوا بدنا الجلد. ماما رح تفرجيكم كيف بصير الجل، كتير مفيد. هلا شوف شو حطلع منيح هالكريم. وهون رح نحتفظ كمان بالرز وبالزوم لانه عايزينهم اثنيناتهم. وهلا جل الصبار منقصه بالنص ومنشيل الجل من قلبه. لكن صار عنا الرز المسلوق، مية الرز، جال بذر الكتان والصبار، كلهم سوا على البلندر أو الخلاط. وهيك بيكونوا خلصوا. هلا بدنا نفضيهم بمرتبان او كاسه، ورح فرجيكم كيف بيصيروا. ولما يصير الكريم متماسك بهالشكل بنعرف انه صار حاضر للاستخدام. هلا تعالوا نروح على الاستوديو لخبركم اكثر عن منافعه وكيف فيكم تستخدموه. ترام، وهيدا هو الكريم السحري. رح بلش معكم نقطة نقطة، بدكم تركزوا منيح لتستخدموه بالطريقة الصح. يا صبايا، لبشرة الوجه والجسم فيكم تطبقوه يوميا، بتحطوه لمدة 20 دقيقة، ترجعوا بتغسلوا وجهكم أو بتغسلوا جسمكم. كتير مفيد للمناطق الحساسة، للشد وللتبييض،
مفيد كتير لصاحبات البشرة الدهنية، بتطبقيه على وجهك لعشرين دقيقة وبتغسلي وجهك، رح يكون عم يتخلص من الرواسب الإضافية، وكمان رح يرطب لك وجهك بطريقة عميقة، بس كمان يعطيك إفكت المات فينش. واكيد اكيد ما عم بحكيكم بالموضوع لان تعرفوا انه هالكريم شغلته تبيض تبيض. والحلو بهالكريم انه مناسب لكل الاعمار، كل الاعمار. شفتوا مكوناته، ما فيهم شيء غير فوائد وما بيضروا البشره بشكل معين. هلا اذا كانت بشرتك جافه، انا نصيحه مني زيدي على هالكريم عسل، او زيدي اويل انت عاده بتطبقيه، وطبقيه على بشرتك، لانه مثل ما بنعرف الرز فيه نشويات سوتما يجف لك بشرتك اكثر. واذا كنت بدك تستخدميه بس على الجسم، نصيحه مني لك، هو بلا ريحه ابدا. فيك تزيدي زيت عطري عليه، فيك حتى تزيدي برش الصابون. عم تتخيلي الريحه؟ هالكريم بضاينكم من اسبوع لاسبوع ونص، بتحتفظوا فيه بالبراد، وفي حال لقيتوه انه شد، كل اللي عليكم تعملوه تزيدوا شويه موارد تدمجوهم مع بعضهم ترجعوا تطبقوه. وهلا بدي اياكم ان شاء الله يبين الفرق على الكاميرا، بدي اياكم تشوفوا. اوكي، رح شيل الخواتم ورح طبقوا على ايدي لمده 5 دقائق، رح انطروا بس 5 دقائق. بليز صبايا شوفوا، بليز ما صار لي 5 دقايق، 5 دقايق على القد. ليكو هون هاللي حاطة عليها وهي مش حاطة. عن جد صبايا سحر سحر، بليز فيكم تجوا تجربوا، في يجرب لك على ايدك، رح تنصدموا، رح تتخيلوا بوشكم شو ممكن يعمل، حتى بالمحلات اللي ما اللي منا مكشوفة بالجسم مثل المناطق الحساسة، شوفوا شو حيعمل هالكريم، عن جد اي لاف ات. حشيله هلا ارجع فرجيكم مرة ثانية، عن جد صبايا السحر. بس بدي فرجيكم هلا شلته أنا هيك بطريقة السكراب، كمان في يكون سكراب لجسمكم، شفتوا في كمان يكون سكراب سكراب سكراب، يعني بتحطوه تقريبا 5 دقايق ترجعوا بتقشروه، ليكوا كيف شايل الجلد الميت، شفتوا اللون؟ I'm in love. بليز مرة بالجمعة مرة بالأسبوع اعملوا سكراب فيه لجسمكم كله وحتى لوشكم، أوكي؟ وكل يوم طبقوه أز كريم ورجعوا من بعد 20 دقيقة غسلوا وشكم بالمي. وبليز ناطرة كل تعليقاتكم، كتير محمسة إنكم تجربوا، بدي أعرف شو صار معكم. وآخر شيء، إذا بدك تطبقيه على شعرك مرتين أسبوعياً، فيك تطبقي على الفروة بس، وفيك تطبقي على كامل الشعر 20 دقيقة وبتغسلي شعرك بمياه فاتر. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، أكيد إنكم استفدتوا منه، وبليز جربوا، ناطرتكم. باي، بشوفكم بفيديوز جديدة.